لنفترض أن لدينا صيغة القطع الناقص x تربيع على a تربيع زائد y تربيع على b تربيع يساوي 1. ومن أجل مناقشة هذا سنفترض أن a أكبر من b، وكل هذا يبين لنا أن القطع الناقص سيكون قصير وعريض بعض الشيء. المحور الرئيسي سيكون على الأفقي، والمحور الفرعي سيكون على العمودي. لنرسم هذا نرسم قطع ناقص، وأريد رسم قطع ناقص أعرض لنقول أن هذا القطع الناقص، ثم دعوني أرسم المحاور. حسنا، هذا المحور الأفقي وهذا العمودي، وقد درسنا القطع الناقص بطريقة جيدة ومفصلة، ونحن نعرف كيف نجد نصف القطر الفرعي، وهو في هذه الحالة سيكون B نفس هذه B هنا، وهذا هو نصف القطر الفرعي، لأن A أكبر من B، فإذا كانت أكبر B ستكون نصف القطر الرئيسي، ثم وبالطبع نصف القطر الرئيسي هو A، وهذه المسافة هنا. الآن خاصية أخرى مثيرة للانتباه وربما الأكثر أهمية في القطع الناقص، هي أنك إذا أخذت أي نقطة على القطع الناقص وقمت بقياس المسافة من هذه النقطة إلى نقطتين أخريتين، سأحددهما من أجل هذا النقاش أو للأبد لنسميهما النقطتان البؤر لهذا القطع الناقص، وهاتان النقطتان دائما ما يكونان على المحور الرئيسي، ففي هذه الحالة هذا المحور الأفقي، وهما متماثلتان حول مركز القطع الناقص، لذا دعونا أسمي هذه F1 وهذه F2. إذن الخاصية المثيرة جدا للاهتمام للقطع الناقص، وهي عادة ما تستخدم كتعريف للقطع الناقص، إذا أخذنا أي نقطة على هذا القطع الناقص وقمنا بقياس المسافة لكل نقطة، إذن لنقول أن لدي هذه المسافة هنا، دعونا نسمي هذه المسافة دي واحد، ومن ثم هذه المسافة هنا، فسأخذ هذه النقطة على القطع وأقيس المسافة لكل من هذه البؤر، وهذه دي اثنان، سأستخدم لون آخر لنرى لون مناسب، إذن هذه دي واحد أو دي اثنان عفوا. فعندما نجد هاتان المسافتان نقوم بجمعهما، إذا دي 2 زائد دي 1 سيكون الناتج ثابت ويساوي 2A، ويظهر أن هذا صحيح بأي اتجاه تذهب على القطع الناقص. دعوني أوضح هذه النقطة، وأريد أن نثبت لكم أن هذه المسافة تساوي 2A، وهي مسافة ثابتة وهي نفسها A هنا. إذا للتأكد من أنكم فهمتم سنأخذ نقطة أخرى على القطع الناقص، دعونا نأخذ هذه، وإذا كنت سأقيس المسافة من هذه النقطة إلى هذه البؤرة دعونا نسميها النقطة دي 3، ومن ثم نقيس المسافة من هذه النقطة إلى تلك البؤرة دعونا نسميها النقطة دي 4، وإذا كنت أريد أن أجمع هاتان النقطتان فسيبقى الناتج 2A، دعوني أكتب هذا دي 3 زائد دي 4 يساوي 2A. هذا جميل، وعادة ما يستخدم هذا كتعريف للقطع الناقص، حيث أنه جميع النقاط، أو يمكن القول المكان الذي يشكل رسما توضيحيا لجميع النقاط، حيث أن مجموع المسافات لكل بؤرة تكون ثابتة، وسوف نستعرض هذا قليلا، وسوف نجد كيفية تحديد بؤر القطع الناقص، لكن أول شيء يجب فعله هو أن تشعر بالرضا عن المسافة إذا كانت صحيحة أنها ستساوي 2A، والطريقة الأسهل للتحديد هي أن نختار هذه، أعتقد أنك تسميها النقاط الفعلية على المحور X،
وقد فعلنا المطلوب وهو المسافة من هنا إلى هنا. دعوني أرسم بلون مختلف. هذه المسافة زائد هذه المسافة سيساوي عدد ثابت، وباستخدام النقطة النهائية سأوضح لكم أن هذا العدد الثابت سيساوي 2a. إذن لنجد كيف نفعل هذا. ويوجد شيء يجب أن تفهمه، أن هاتان البؤرتان أنهما متماثلتان حول نقطة الأصل، فمهما كانت المسافة هنا فستكون نفس هذه هنا، لأن هاتان النقطتان تقعان حول نقطة الأصل، إذن هذه نفس المسافة كتلك. وبالطبع لدينا ما نريد فعله هو إيجاد مجموع هذه المسافة وهذه المسافة الأطول هنا. حسناً، ما هو مجموع هذه المسافة زائد هذه المسافة الخضراء؟ حسناً، هذه نفس هذه، إذن هذه زائد الخضراء. دعوني أكتب هذا، دعوني أكتب هذا. سنسمي هذه المسافة، لا أدري، ربما جي. إذن هذه جي، وهذه سنسميها H. إذن G و H، ونعلم أيضا أن هذه G. إذن ما ناتج H زائد G؟ حسنا، هذا يشبه G زائد H، أي القطر الرئيسي في القطع الناقص، وهو ماذا؟ حسنا، نعلم أن نصف القطر الفرعي هو A. إذن هذا الطول هنا هو أيضا A. إذن المسافة أو مجموع المسافة من هذه النقطة على القطع الناقص إلى هذه البؤرة زائد هذه النقطة إلى تلك البؤرة يساوي G زائد H، أو هذا الجزء الأخضر الكبير الذي هو نصف الذي هو نفس القطر الرئيسي للقطع الناقص، أي هو نفسه 2A. وأتمنى أن هذا كاف بالنسبة لكم. والآن الشيء التالي، الآن حيث فهمنا كيف نحدد مكان هذه البؤر، أو إذا كانت لدينا هذه العبارة كيف نحدد ما هما هاتان النقطتان. لنقوم بهذا، أول شيء سندركه أنه ليس مهما إلى أين نتجه، كان هذا سهلا القيام به مع هذه النقاط، لكن أيضا إذا أخذنا هذه النقطة وقلنا ما هذه المسافة ومن ثم ما مجموعها مع تلك النقطة هنا سيساوي 2a، ويمكننا استعمال تلك المعلومات لإيجاد موقع البؤرة. إذن لنفترض أن لدي، دعوني أرسم واحدة أخرى. حسنا، دعوني أرسم، لا ليس دائرة، هذا القطع الناقص. وعندما نريد رسم المحاور للإيضاح، دعوني أكتب المعادلة مرة أخرى كي لا نفقدها. X تربيع على A تربيع زائد Y تربيع على B تربيع يساوي 1. لنأخذ هذه النقطة، هذه النقاط مفيدة دائما عندما نحاول أن نثبت شيء، أو يمكن أن تكون، لا أريد أن أقول دائما. الآن نفترض أن لدينا هاتان البؤرتان المتماثلتان حول مركز القطع الناقص، هذه F1 وهذه F2، وقد قلنا بالفعل أن القطع الناقص هو مكان تجمع كل النقاط، فإذا أخذت مسافات أو بعد كل هذه النقاط عن كل بؤرة وجمعتهم ستحصل على عدد ثابت. ولقد أوجدنا قيمة العدد الثابت وهي 2a، وجدنا أنه في حالة أخذت هذه المسافة وأضفناها إلى المسافة هذه ستساوي 2a. إذن يمكن أن نقول أنه إذا أسمينا هذه D1 وهذه D2، فنحن نعرف أن D1 زائد D2 يساوي 2A. والشيء المثير للاهتمام هنا أن هذه كلها متماثلة، صحيح هذا الطول سيكون نفس، لو D1 سيكون نفس D2، لأن كل شيء هنا أو هاتان المسافتان من البؤرتان متماثلتان، هذه المسافة هي نفس هذه المسافة هنا، وإذا D1 وD2 متساويتان. هذه نقطة المركز للقطع الناقص، القطع الناقص متماثل حول محور الواي، إذن D2 تساوي D1 وهذا يساوي A. إذن نعلم أن هذا يجب أن يساوي A وهذا يجب أن يساوي A.
أعتقد أننا بدأنا نتقدم، والشيء الآخر الذي يجب التفكير به وبالطبع قمنا به في الرسم السابق في القطع الناقص هو ما هي هذه المسافة. هذه المسافة عبارة عن نصف القطر الفرعي ولقد أسميناها B، وهذه بالطبع هي المسافة البؤرية التي حاولنا إيجادها. فيجب أن تخطر بسرعة على بالكم مثل مسألة نظرية فيثاغورس، إذا لدينا الطول البؤري ويمكن فعله على هذا المثلث، أو هذا سأقوم به المثلث على اليمين، هذا الطول البؤري لنسميه F، F تربيع زائد B تربيع يساوي مربع القطع الزائد وهو في هذه الحالة D2 أو A ويساوي A تربيع. ولدينا الآن معادلة جيدة لـ A و B، ونحن نعلم ما هما A و B من معادلة القطع الناقص. إذن لنجد الطول البؤري، الطول البؤري F تربيع يساوي A تربيع ناقص B تربيع. إذا F الطول البؤري يساوي الجذر التربيعي لـ A تربيع ناقص B تربيع. واضحة جدا والطريقة بديهية للتفكير بالشيء. إذا تأخذ الفرق لهذان العددان أيهما أكبر وأيهما أصغر ونطرحهما، نأخذ الجذر التربيعي وهذه المسافة البؤرية. الآن دعونا نرى إذا كان بالإمكان استخدام هذا وتطبيقه في بعض المسائل الحقيقية، حيث يمكن أن تسأل أن توجد الطول البؤري أو إحداثيات البؤر. إذا دعونا نضيف المعادلة x ناقص 1 تربيع على 9 زائد y زائد 2 تربيع على 4 يساوي 1. دعونا أولا نقوم برسم هذه، سيكون هذا مثيرا للانتباه. سأرسم المحاور، هذا محور الX وهذا محور الY، وسنرى فورا ما هو المركز، سيكون المركز على النقطة 1.2. وإذا كان هذا مزعجا فيمكنك أن تعيد مشاهدة بعض من العروض السابقة. المراكز تكون على X تساوي 1 وواي تساوي ناقص 2، هذا هو المركز، ثم المحور الرئيسي ومحور إكس لأن هذا أكبر. إذن أي تربيع يساوي 9 ونصف القطر الفرعي سيساوي 3، إذن 1 2 3. نذهب هكذا، لدينا الآن 1 2 3، لا 1 2 3، أعتقد دعوني أرى هنا 1 2 3، سنذهب هكذا. ثم في الاتجاه y نصف القطر الفرعي هو 2 أليس كذلك؟ الجذر التربيعي لهذا b تساوي 2، نتجه للأعلى 2 وللأسفل 2، وهذا القطع الناقص سيبدو، سأختار لون جديد، سيبدو هكذا. وما نقوم به فعله هو نريد إيجاد إحداثيات النقاط البؤرية. إذا النقاط البؤرية ستكون على نصف المحور الرئيسي، ونحتاج إيجاد هذه المسافات البؤرية، ومن ثم نستطيع أن نجمعهم ونطرحهم من المركز، ومن ثم نحصل على الإحداثيات. ما قمت بإيضاحه لكم، أتمنى ذلك، أن الطول البؤري F، الطول البؤري أو هذه المسافة، سيساوي الجذر التربيعي للفرق بين هذان العددان، صحيح؟ أي الجذر التربيعي لـ9 ناقص 4. إذن الطول البؤري يساوي الجذر التربيعي لـ5. إذا كانت هذه النقطة هي النقطة، وقد أوضحنا ذلك، هذه النقطة مركز القطع الناقص هو النقطة 1 ناقص 2، وإحداثيات هذه البؤرة ستكون هي 1 زائد الجذر التربيعي لـ5.2، وإحداثيات هذه البؤرة ستكون هي 1 ناقص الجذر التربيعي لـ5.2. وكل ما فعلته هو أخذت الطول البؤري وطرحت، وبما أننا على المحور الفرعي أو محور X
سأجمع وأطرح هذا من إحداثيات إكس لأحصل على هذان الإحداثيان هنا. على أي حال، هذا شيء جيد عن القطاعات المخروطية، حيث أنها تمتلك خصائصها المثيرة للاهتمام بالاتصال مع هذه البؤر. وفي العروض المستقبلية سأوضح لكم بؤرة القطع الزائد أو بؤر حسناً لديه بؤرة واحدة من القطع المكافئ، لكن هذا يبدأ ببلورة القطاعات المخروطية. كل شيء قمنا به لهذه المرحلة كان أكثر من مجرد تقنيات تمثيل وتعيين المراكز للقطاعات المخروطية، لكن الآن نحن نتعمق أكثر في الأجزاء الرياضية المثيرة للاهتمام في القطاعات المخروطية. على أي حال، أراكم في العرض التالي.